فقرآننا هدينا والحبور. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن هنا اليوم من أجل تكريم 50 قارئا تخرجوا من دورات القرآنية المختلفة بمستويات متنوعة، منها التمهيدية والتأهيلية والعليا. كما لدينا تخريج دورة في القراءات في هذا الحفل، نكرم 50 طالبا من هؤلاء الطلاب الذين بذلوا جهدا جميلا خلال الفترة الماضية في هذا المركز، معهد أندونيسيا لتحفيظ القرآن الكريم، حيث يأتي هنا ما يقرب عن 400 حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، يحفظون القرآن ويتعلمون التلاوة. كما أن هناك حوالي 30 محافظا يعملون في هذا المعهد المبارك. نسأل الله أن يبارك فيهم جميعا وأن يتقبل دعاءهم. يا حامل القرآن قد الآن بإمكانكم، الآن سندخل إلى الحفل حيث تكريم 50 طالبا من قراء هذا المركز. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. أهلا وسهلا بالذين نحبهم ونودهم في الله للآلاء. أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملائي. سنقرأ أيضا في سورة يوسف قراءة الإمام ابن كثير. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. سنقرأ بقراءة الكسائي. والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي، وما ينطق عن الهوي. الختامي المبارك لتكريم الحفاظ وأصحاب الدورات من القراءات العشرة ونحوها والأحكام، أتقدم باسمكم جميعا وباسم شيوخنا وأحبابنا والقائمين به الشكر والتقدير للإخوة في أندونيسيا، الشيخ المبارك أبو صلاح الأنصاري حفظه الله وحفظكم، وأسأله جل وتعالى أن يحفظنا وإياكم بالقرآن قياما وقعودا وفي طرقاتنا، وأن يتنزل علينا النور من الله سبحانه وتعالى بكتابه وبكلامه، ويرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه سميع. يزدان وجهك نورا من روعة التبيان.